وإلى روائع باخ وموتزارت التي تصنع التميز وتضفي المتعة ضمن الأيام الوطنية الثانية للموسيقى العالمية بباتنا ابتسام جوي. هي آخر الرتوشات قبل بداية العرض، آخر النوتات المدرجة ضمن برنامج جمعية الأوركسترا السيمفونية الأوراسية، والتي يتدرب عليها تلاميذ وخريجو المعهد الجهوي بباتنا. ويبدأ العرض، ساعتان من الإبداع جابت العالم انطلاقا من الجزائر. يعني الطلبة هادو كانوا في قسم لا ميوزيك دو شومبر تاع المعهد، عندما كملوا نهاية الدراسة تاعهم كونت بهم جمعية. أيام باتنا الوطنية للموسيقى الكلاسيكية فرصة لجمع مختلف المعاهد تشجيعا للإبداع. الهدف هو تاعنا في هذه الأيام هي جمع كل المعاهد التكوينية، باش يكون طالب استاذ يكونوا في مدرسه واحده. هذا الاوركسترا اللي فتحت لي المجال باش نعزف على آلة الكمان، وكما نقولوا بلامي قراتني آلة الكمان، هي فعلا شيء كبير. الايام متواصله بتقديم مختلف المعاهد لاجمل المقطوعات من ريبرتوار موسيقى كلاسيكيه عالميه، للجزائر مكانه ثابته بها بتراثها وموسيقاها.